السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أهداف المناورات التي بدأتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز والتي تستمر 3 أيام برا وبحرا وجوا؟ بماذا تختلف هذه المناورات عن سابقاتها وما طبيعة الأسلحة والصواريخ الجديدة التي ستستخدم فيها؟ ماذا عن العوامات الذكية ذات القدرة التدميرية العالية؟ وماذا يعني ذلك من الناحية العسكرية؟ ماذا يعني الكلام عن أن المناورات نقطة بداية لعمل مشترك للدفاع عن أمن المنطقة والحد من التدخل الأجنبي؟ ما أهمية الكلام عن أهمية إجراء المناورات مشتركة بين دول المنطقة في إطار تعزيز الأمن المشترك وتثبيته؟ بالمقابل، ما طبيعة التهديدات الجديدة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية والحديث عن أن كل الخيارات مطروحة بما فيها الخيار العسكري؟ مناورات الرسول الأعظم وتعزيز أمن المنطقة موضوع هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. ضيوف الكرام في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أرحب بك سيادة العميد معي في هذه الحلقة. من طهران سينضم إلي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الشيخ حسين إبراهيمي، وانضم إلي من واشنطن رئيس تحرير الميدل إيست تايمز الدكتور كلود صالحاني، أرحب بك دكتور صالحاني معي في هذه الحلقة. قبل الدخول في الحوار نقف عند أبرز نقاط حلقة اليوم. مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 5. الحرس الثوري يبدأ المرحلة الأولى من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز، تستمر برا وبحرا وجوا 3 أيام، تختبر خلالها أسلحة جديدة. نائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي، المناورات ترمي إلى التأكيد على أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز وإظهار قدرة إيران الدفاعية، وسيتم خلال المناورات استخدام الأنظمة الصاروخية والرادارات وطائرات الاستطلاع. آمل إجراء مناورات مستقبلية بمشاركة قوات دول الجوار في إطار تعزيز التعاون المشترك لتثبيت الأمن في المنطقة. وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي، تم إنتاج منظومة جديدة للدفاع الجوي تتكون من 3 رادارات وصاروخ عالي الدقة، وسيتم اختبار أسلحة جديدة خلال هذه المناورات. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن تحركا عسكريا أمريكيا لضرب إيران ما زال خيارا مطروحا، وأمام الرئيس باراك أوباما مجموعة كاملة من الخيارات المتاحة لثني إيران عن طموحاتها النووية، ومن بينها توجيه ضربة عسكرية. أبدأ معك سيادة العميد، ربما هناك مناورات سياسية ومناورات عسكرية إذا صح التعبير. أبدأ من كلام قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي عندما تحدث وربما بقوة ورد كلام واضح على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتهديد الرئيس الأمريكي بضرب إيران، الآن تأتي كذلك هذه المناورات العسكرية. كيف يمكننا ربما أن نجمع ما بين المناورات السياسية والمناورات العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم جميعا أن المنطقة أدخلتها أمريكا منذ 6 أشهر الماضية فيما نسميه نحن العسكريين مرحلة عرض القوة. مرحلة عرض القوة يكون كل من الفريقين بصدد تقديم ما لديه، بغية إملاء أمر ما على الآخر حتى ينصاع لأمره. نحن في هذه المنطقة أمام فريقين، الفريق المهاجم المعتدي وهو الفريق الأميركو صهيوني، والفريق المدافع الذي يتمسك بمبادئه وحقوقه ويرفض الاستسلام وتسليم للآخر. في المرحلة الأخيرة كان الضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية متصاعدة متقدمة على أطراف الجبهة المواجهة، فكان يطلق التهديد من هنا، يلوح بالعقاب، يدعى إلى الحوار حول الملف النووي الإيراني السلمي من أجل الإملاء والضغط، وهذا هجومهم. كانت في المقابل ردات الفعل من قبل المدافع. هنا أهمية ما يجري الآن، وكنت بصدد القول أن ما يجري في المنطقة على الصعيد اللعبة الاستراتيجية يبدو أنه ممتعا،
ويبدو أنه نموذجيا في مسألة تقديم كيف يكون الصراع الاستراتيجي في مراحل عرض القوة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي. أسميتها لعبة استراتيجية. لعبة استراتيجية. نعم. مقصود باللعبة الاستراتيجية. اللعبة الاستراتيجية هناك كل فريق يتقيد بقواعد تقليدية أساسية في توجيه الرسائل، والفريق الآخر يتلقف ويرسل الرسالة التي تجبر الآخر على رفع السقف. وأعطي مثل على ذلك من في الشهرين الأخيرين، الإسرائيليون وأمريكا وجهوا رسالة مباشرة إلى سوريا على سبيل المثال، قالوا أن تزويد حزب الله بصواريخ أرض جو سيؤدي إلى تدمير دمشق. كان الرد من قبل دمشق بأن دمشق لن تتعاطى بعد الآن في مسألة مراقبة أو مسألة انتظار عملية سلمية أو إلى آخره، إن الرد سيكون قاسيا، وبالتالي إن دمشق إذا قصفت ستهدد بصواريخها وبقواتها كل الكيان الصهيوني. يعني رئيس باراك أوباما عندما أطلق التصريحات وهدد إيران هو كان يريد أن ينظر إلى ردة الفعل الإيرانية. أتابع في هذا الموضوع. فإذا عندما تم الرد على السيد وليد المعلم على الموقف السوري بكلام معين، كان الرد بقمة دمشق التي أقامت من يسميه استراتيجية الحرب الشاملة. نعم، إشباط 24-25 إشباط الماضي، فأرست استراتيجية الحرب الشاملة، وكان سماحة السيد حسن نصر الله قد استبق ذلك بعشرة أيام في لبنان عندما أطلق استراتيجية المواجهة القائمة على التكافؤ التدميري للأهداف المتقابلة. ثم جاءت قمة دمشق لتقول أن هذه الاستراتيجية التي طرحها الأمين العام لحزب الله هي استراتيجية ليست المقاومة فقط، هي استراتيجية الجبهة بكليتها، وهي استراتيجية الحرب الشاملة. هذا أدى إلى إحراج الأمريكي في مسألة المواجهة، لأنه هو يلعب اللعبة الاستراتيجية التي ذكرت. لذلك كان عليه أن يتخذ موقفا تصاعديا في هذا الموضوع، وبما أن كل ما لديه من وسائل قتال تقليدي قد استنفد، يعني الحرب التقليدية مش قادر يعمل فيها شيء، العقوبات الاقتصادية صارت فارغة قبل ما يتخذوها، رفع التهديد إلى السقف الأعلى وهو التلويح باستعمال القنبلة النووية ضد إيران. صحيح. هذه النقطة كان كل المراقبين كل الاستراتيجيين ينتظرون ردة الفعل الإيراني على هذا التلويح. كيف تفعل إيران بمواجهة هذا التهديد؟ كان على إيران أن تختار طريق من اثنين، إما أن يلوى ذراعها وتتراجع فتسكت وتنصاع للتلويح، أو أنها تواجه. المواجهة لها أصولها في القيادة في المبادئ الاستراتيجية. هي لم تختار الانصياع، اختارت أن تثبت على المواقف، وثباتها على المواقف كان من طبيعة ما يملى عليها استراتيجيا. فقامت بثلاثة تدابير متزامنة متلاحقة متزامنة. التدبير الأول الرد على المؤتمر بمؤتمر، حتى للمؤتمر الذي قيل فيه بال 47 دولة أن اعذرونا سنذهب إلى إيران بالنووي، ردت عليهم اعذرونا إذا قلنا كذا. نعم. وفضحت المسألة الإيرانية، المؤتمر مقابل المؤتمر. نعم. ففضحها. النقطة الأولى. الأمر الثاني وهو الأهم في الثلاثة هو ما ذكره سماحة الإمام القائد عندما اتخذ موقفا سياسيا يؤكد على مواقف الثورة كلها منذ العام 1900.